اليوم الاجتماع ديالنا تمحور حول الحصيلة ديال المشاريع اللي تمت المصادقة عليها في اللجان اللجنة الإقليمية خلال هذه السنة، وتتبع هذه المشاريع هذه بالإضافة إلى الحصيلة ديال منصة الشباب اللي كتعتبر واحد المنصة رائدة في بنمسيك، علاوة على واحد الحصيلة ديال مجموعة الأنشطة اللي كيقوموا بها القطاعات الخارجية. هذا الاجتماع كيجي بعد التعليمات ديال السيد العامل ديال فلها واحد العملية تقييمية كل سنة للتتبع ديال المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدى الإشعاع ديالها على الصعيد المحلي. في هذا المشروع ديال مركز تصفية الدم ديال الحسانية، هو من المشاريع المتميزة على المستوى الوطني، ماشي على المستوى المحلي ولكن على المستوى الوطني، لأنه كان حظي تدشين ملكي في 2009، ودابا راه 15 سنه ديال الاشتغال. الحمد لله قدم خدمات العديد من المواطنين من مختلف الانحاء ديال الوطن، فالحمد لله هذا النجاح ديال اللي كاين وهذه الشراكه الناجحه بيننا وبين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال عماله مقاطعه بنمسيك، هي متميزة وتختلف عن الشراكات اللي بيننا وبين عملات أخرى. فهذا الحمد لله، لأن كاين هذاك نكران الذات وكاين خدمة الحمد لله متميزة، وكما قلت بأنها راه 15 سنة من التدافع من الخبرة، وهذا الشيء راه بتضافر الجهود ديال ما بين قسم العمل الاجتماعي وأيضا الرئيس ديال اللجنة الإقليمية ديال العمل ديال عملة مقاطعة بنمسيك. فهذا ارتباط ضمني وتعاون كبير جدا، والنتائج راه الحمد لله ملموسة وتشرف. فاللي تنطلبوا أن هذا ضروري ما تيكونش الكمال لله، وأن وزارة الصحة خاصها تدخل في هذا المشروع، لأن الغياب ديالها مستمر للأسف، فما كاينينش. الحمد لله اللي كاينة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي رافعة هذا المشروع ومساندة 100%، في الغياب الصارخ ديال الوزارة الوصية.